مات الفرعون الأب يوم ميلاد الفرعون الحفيد. وكيف للأقدار أن تترك فرعون موسى ليفرح بابنه بينما توجد كل هذه الأحزان في بني إسرائيل؟ ومرت الأيام والأشهر، الذي حل بابني يا كبير الأطباء؟ إن حالته الصحية غير مستقرة وأنفاسه مضطربة، فلتحضروا له الدواء يا كبير الأطباء. يجب أن نعرف الداء أولا كي نحدد الدواء. وما هو الداء إذن أيها الطبيب؟ لا أعرف، فحالته غريبة، ربما مسته بعض الأرواح الشريرة بسوء، فلنأخذه للمعبد ليأخذ بركة الآلهة ونطرد الشر من جسده. ما رأيك يا أمي؟ حيث إن كبير الأطباء لا يوجد لديه ما يفعله، فليس لدينا سوى المعبد. لم تمر سوى أيام قليلة ومات ابن الفرعون. أنا لا أصدق ما حدث، فلقد كان ابننا بين أيدينا منذ أيام قليلة والآن غير موجود. لقد كنت أجهز لإعداده كملك على مصر كي يتربى كملك منذ صغره. أنا محبطة إحباطا شديدا، أشعر أني غير راغبة في أن يكون لي أبناء. لا تقولي هذا، فإننا لن نكف عن المحاولة. ظلت زوجة فرعون تحمل وتلد، ويعطى للمولود اسما، ولكنه سريعا ما يموت. تكررت هذه الحالة العديد من المرات. ماذا علي أن أفعل يا كبير الكهنة كي يعيش أبنائي؟ لماذا لا تمنح الآلهة الحياة لأبنائي؟ أغلب الظن يا مولاي الفرعون أن هناك لعنة شريرة قد أصابتك في ذريتك. ولماذا أنا؟ إنني أقدم القرابين والهدايا إلى الآلهة كل عام وأبني المعابد، ما الذي فعلته كي يموت أبنائي؟ هذه هي أوامر الفرعون العظيم. هل ترغبين في أن يكون لنا أبناء مرة أخرى بعد كل ما حدث؟ نعم، سيعطينا الله أبناء وسيعوضنا عما حدث، ولكن في الوقت الذي يريده الله. أتزوج يا أمي؟ هل تريدين مني أن أتزوج؟ نعم، أريدك أن تتزوج، فإنه في غالب الأمر يوجد عيب في نفرتاري.
إذا كان هناك عيب في نيفرتاري فذلك يعني أنها لا تستطيع أن تحمل، ولكن نيفرتاري تحمل. من الممكن أن يكون لديها مرض يتسبب في موت المولود بعد ولادته بفترة وجيزة. وهل هذا جائز؟ نعم، والآن يجب عليك الاستعداد للزواج، فيجب أن تأتي بولي العهد سريعا. وماذا عن نيفرتاري؟ لا وقت لهذه المشاعر الجوفاء، فستظل نيفرتاري بوضعها وسلطانها في البلاد، وستحتفظ بكل أسمائها. أرجوك ألا تبكي يا زوجتي العزيزة نيفرتاري. لا أستطيع أن أمنع نفسي من البكاء. هل ستكرهينني بعد زواجي؟ لا لا أبدا، أنا لا أستطيع أن أكرهك، فأنت زوجي وحبيبي. وأنت ستظلين السيدة الأولى وحبي الوحيد، وستحتفظين بألقابك، فأنت سيدة مصر العليا والسفلى وسيدة الأراضين، أي على قدر المساواة بي أنا شخصيا. لا لا تقل ذلك، فأنت سيد مصر وفرعونها، ولا يوجد من هو في مقامك الرفيع. حبيبتي، هذا الأمر لا دخل لك به، ولن ينتقص من قدرك عندي. هذا كل ما يهمني. أن أظل محتفظة بمكانتي في قلبك. وسأبني لك أجمل مقبرة بنيت لملكة في مصر كلها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وتزوج فرعون بآسيا اعتقادا منه أنه سيرزق منها بذرية، ويكون قد تخلص بذلك من اللعنة، لكن هذا ما لم يحدث، فاستمرت اللعنة تطارده وظل بدون ذرية. ما الذي بوسعي أن أفعله يا أمي؟ فما زالت اللعنة تطاردني، وما زال أبنائي يموتون. تتزوج مرة أخرى أيها الفرعون. وما الفائدة من زواجي مرة أخرى؟ ربما آسيا مريضة، وعليك أن تتزوج بامرأة كاملة الصحة وخالية من أي مرض. هل يعقل ذلك يا أمي؟ هل يعقل أن تكون كل من نيفرتاري وآسيا مريضة وبنفس المرض؟ ولما لا أكون أنا المريض والأطفال يموتون بسببي؟ كل شيء جائز. حملت يوكابد مرة أخرى، وترقب عمران حملها بخوف وقلق، وعلم جنود فرعون بالحمل فتربصوا بهم يوم ولادة يوكابد. اللهم عليك بهم يا رب، اللهم عليك بأعدائك، اللهم عليك، اللهم انصرني. بماذا تتمتم يا عمران؟ لا
لا لا لا لا شيء، لا شيء. من المؤكد أنه يتمنى من الآلهة أن تكون أنثى كي لا نذبحها. أنثى، أنثى، الحمد لله، الحمد لله. أنثى، الحمد لله، الحمد لله. هاتيا هاتيا هاتيا. حمدا لله على سلامتك يا يكابد، وحمدا لله ثانية على كونها أنثى. رزق الله عمران ويكابد بابنتهما مريم، وبعدها بثلاث سنوات رزقهما الله بهارون، حيث ولد هارون في عام العفو، أي العام الذي يترك فيه فرعون أبناء بني إسرائيل دون أن يقتلوا. وبعد ولادة هارون رأى فرعون مناما أزعجه كثيرا. لقد شاهدت في منامي أرض بيت المقدس تخرج منها نار عظيمة تنتقل إلى أرض مصر فتحرق بيوت المصريين جميعا ولا تقترب من بيوت بني إسرائيل. ما معنى هذا الذي رأيته في منامي؟ أريد الإجابة فوراً يا كبير الكهنة. سيولد طفل من بني إسرائيل سيزل ملكك على يدي. إيتوني برئيس الجيش ورئيس الشرطة فوراً. جن جنون فرعون لذلك، وشدد تعليماته لجنوده بقتل أطفال بني إسرائيل بلا رحمة ولا هوادة. في الوقت الذي كانت فيه يكابد على وشك ولادة ابنها الثالث موسى. ماذا؟ أتريدين أن تلقيه في النار يا يكابد؟ هل هذا معقول؟ هذا ما أوحاه إلي ربي. هذا الكلام لا يقبله عقل. أتريدين أن تلقي به في الموت المؤكد؟ ماذا أصابك يا عمران؟ هل نسيت ما حدث لجدنا إبراهيم عندما كانت النار بردا وسلاما عليه؟ إذن افعلي ما أوحاه الله إليك. أما أنا فسأذهب بعيدا فلا أستطيع مشاهدة هذا الموقف. ولكن اترك لي مريم وخذ معك هارون.